وفي مداخلة هاتفية خلال نشرة سابقة أكد السيد حسين عبد الخالق البوسطة رئيس تطبيقات التجارة الإلكترونية أكد أن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية تهدف لجعل مملكة البحرين المركز المفضل للتجارة الإلكترونية في المنطقة. تهدف الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية لخلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية وجعل مملكة البحرين المركز المفضل للتجارة الإلكترونية في المنطقة من خلال تطوير وتبسيط السياسات والأطر التنظيمية وتحسين ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية. وهذا اللي انعكس حين من بعد التقرير اللي عرضتنا عليه أن معظم الناس يرغبون إلى التجارة الإلكترونية كونها حين حاجة أساسية ماسة، وبالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال مجموعة من المبادرات. بخصوص المبادرات اللي تم تدشينها، هي أحد مبادراتنا اللي هي المول.ph. في أبريل 2020 قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتدشين مبادرة المجمع الإلكتروني مول.ph، واللي عملت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عليها بهدف خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية. يعتبر المجمع الإلكتروني بمثابة منصة إلكترونية تضم المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية المرخصة من قبل الوزارة ومصنفة بحسب نوع النشاط التجاري في المجمع. يهدف بعد المجمع إلى مساندة الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحويل ممارسة التجارية الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية، وتشجيع انتشار الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق تعاملاتها الإلكترونية.